احنا في سيشن اثنين. سيشن اثنين اللي عبارة عن براكتس. هلا بدنا نعمل بدنا نعمل انطولوجي وبدنا نعمل نسميها البوبيوليشن انطولوجي. بوبيوليشن شو يعني بالعربي؟ سكان. انطولوجيا السكان. هلا نبدا نعمل ديسكريبشن. بدي شو الديسكريبشن تبع اليوز كيس. Also, the Ministry of Interior is responsible on managing citizens' profiles. Was what? But there are other ministries who also collect data about people. With him? كل المؤسسة. Such as refugees, foreigners, people with blue card, and so on. صح؟ ولا لا؟ Well, فيش رفجيز في فلسطين؟ لا لا، رفجيز بالمعنى رفجيز يعني لاجئين. انه مش لحدا رفجيز، مش مواطن يعني معوش الجرين كارد. احنا عندنا مواطن لا تعني الا الجرين، يعني اللي معاه رقم هوية خضراء، الهوية الخضراء. هو في ناس مقيمين غير شرعيين، ما هم غير شرعيين، هذا المقصود. طيب to build a model. من وزارة في حد من وزارة الداخلية هون؟ لا مش موجود. To build a model and consistent population registry and to avoid is identity fraud. تزوير الهوية. The government asked the Ministry of Interior عملوا لهم mandate to collect and integrate data about all types of people. قالوا لهم انتو ممنوع يكون سواء كان ناس معهم هوية خضراء ولا اجانب ولا ناس معهم اوراق ولا معهم لوكال. كل شخصية قانونية كل شخص طبيعي نجمع عنه معلومات او في عند اي وزارة عنه معلومات. هاي المعلومات وين لازم تتكال؟ لازم تجمعوها هاي وزارة الداخلية تخلصوا كل شيء عندكم. This information will be then shared. هاي information بعدها منعملها sharing through the services with other ministries as they need. هاي ضروري جدا as they need. نعطيهم مش كل شيء مفتوح، نفتح لهم الشيء اللي محتاجينه. For a consistent and precise understanding of this data عشان الكل يفهم شو هاي الداتا. For both humans and machines يعني للناس وللويب سيرفيسز، بس مش بس للويب سيرفيسز، كمان حتى للناس. انا من الناس هون الموظفين الحكومي المحاميه ال ابوبيوليشن اونتولوجي نيد تو بي بيلت اند شير. بدنا نبني الانتولوجي نعملها شير. هاي بتمثل شو معنى الداتا الموجوده عندنا اللي جمعناها. This ontology will not be only the reference of the meaning of the vocabulary used in this registry. هاي الانطولوجي مش بس، طبعا هذا شيء ضروري جدا، مش بس بتمثل المعنى تبع المسميات والمصطلحات والمفاهيم اللي بنحكي عنها. But it will also serve as the state's definition المعنى القانوني تبع الدولة of what is a person, what is a citizen, what is a foreigner, and so on. يعني هاي بمعنى آخر هاي الانطولوجي اللي نديها اليوم على فكرة بدنا نديها بطريقة حقيقية تمثل شو تعريف البيرسون، شو تعريف السيتيزن، شو تعريف الفورينر وهالمجرد. Build this ontology using ORM notation. هلا بنقسم حالنا لجروبس، بتبلشوا برين ستورمينج على بيبر. تقدر تبلش في هويتك، في باسبورت، في بيرث سيرتيفيكيت، other documents if you want to find some relevant vocabulary and relations. مزبوط؟ بشكل تبني الانطولوجي. اول ما بني الانطولوجي بقول هويتي. اذا بتبنيها عن شركه بجيب اول شيء ايش؟ الفورم بتاعت التسجيل و و و و هيك ببلش. ببلش مش بقى ببلش انسخ فيها، ببلش افهمها افكر على ورقه خارجيه.
After finalizing this ontology, each group will be asked to present this ontology to all trainees. So to collect comments and feedback. Later, تعطوني the final version of this ontology. فهلا بمعنى آخر هتتطرقوا ل شو هو الفورينر. على فكرة هتشوفوا بعرفش بلزم أو ما بلزم لشو الفلسطين. هاي مشكلة على فكرة لو إن إحنا في دولة مش عارف مش ألم جد فلسطيني ولا سيتيزن مش عارف هل عندنا معلومات عنه في الوزراء؟ لا بلزم في المستقبل يمكن عنده بس احنا بنشوفها اداره الفريق الاسرائيليه مساحه لبنان وبتدفع اسئله الاردن يعتبر بس مش كل اللي برا في بعض في من اللي برا معروفين هسه هذول ليش ليش كل فرنا اسمع هل كل فرنا لازم يدفع له؟ طيب ليش بعدين وزاره الخارجيه شويه هل وزاره الخارجيه في عندها معلومات عادة انتم تعرفوا اكثر شيء شائع خلينا نسميه هو الخطره ولا لا؟ نعم هاي بتمثل بجوز 90% من البروفايلز الموجوده على الناس في الوزارات بس في عندنا معلومات عن الناس اللي في القدس وشكله بنفرق بين الناس اللي في القدس واللي الناس اللي من الفحم او اليهود اللي عايشين في محتلين وعايشين في مدينه او في مستوطن بحدنا في عندنا فورينرز في عنا ناس زي عمان مع مشورة بس يكاد يكون في عنا واحد شارد من مصر وفيش عنده أوراق منفرق بين واحد أصله فلسطيني مع أوراق واحد مصري مع أوراق منفرق بين واحد بلجيكي عايش في بلجيكا أو فلسطيني من أصل فلسطيني عايش في بلجيكا أو 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 هلا كم تسألني كم أسألني ده أقول لك عن جد هل في عنا معلومات أو حيكون عنا معلومات عن لما يعني اذا بدك تاخذ عندك اعتبار حدا يعني تسالنيش انا اللي بسال هل بينزل يكون عندنا معلومات عن بعض الانواع من هذول الناس اذا قال لازم تطبع تنظر عندنا اذا لا لا ليه هذا ليش هو على فكره لانه بدنا نعمل ويب سيرفيسز اللي نعطيهم خدمات هذول الناس ولا لا في اس في اس لي انا اللي بقول لك التايبس اي من المجال اي طالب من الناس ممكن واحد الوزارات تسجل عنه معلومات لا انا فاهم بقول لك يعني انا صنفت التايبس بس الوزراء راح يكون مرسوم هو اشتري شيء لازم نحدد لازم نحددهم بقدرش احددهم هو مو هو اصلا الانتولوجي يعني هاي البروجكت نحدد يعني انتوا بدكم تحددوا انتوا بدكم تحددوا في اي سؤال ثاني يعني اذا في عندنا ما اذا بنلزم نحط معلومات عنهم لازم نقول لك اذا لا لا تفضل نقاشي بقول لك تحكي بطل خلاص في سؤال لا اسالوا بس كمان عشان التسجيل في في معرفي اسئله معينه ندخل بالتفاصيل كثير تفاصيل البروبرتيز اللي بنزم نحط المعلومات اللي بنزم نخزنها السؤال يعني زي ما حكيت حتى اللي برا مثلا كندي وفلسطين كندي وفلسطين مثلا عن كندي مش فلسطين انت حكيت انه بنزمنا يكونوا موجودين ولا احيانا مش بنزمنا بس الاحسن يكونوا موجودين كندي واحد معاه كومبليتلي كندي بس اصوله فلسطينيه مش فورينر يعني هسه هو بالنسبه واحد كندي كندي مش معه بطاقه هل نحط معلومات عن كندي الكندي شكله لا كندي او جوز نعتبره فورينر اذا اجى على فلسطين بس الكندي اللي اصله فلسطيني مش معه بطاقه فلسطينيه على فكره احنا بدناش نصنف الناس فورينر هذا الكندي اللي هو كندي مش فلسطيني بدناش نعطي معلومات اذا اجى لا لا اذا شوف انت طيب اه اسمع اللي احنا بدنا اياه احنا بدناش نصنف الناس طبعا احنا ما بنتعاملش مع الناس احنا بنتعامل مع الشخصيات القانونيه تاع الناس يعني انا نفسي
مصطفى اذا انا معاي هويه خضراء وجيت على فلسطين انا تعاملني هويه خضراء، بس اذا انا قررت ادخل بباسبورت اردني وبس اردني انا شخصيه ثانيه ولا لا؟ دكتور بدنا نكون جاهزين، احنا حاضرين. طيب تفضل. تفضل. هلا في عندنا مصطلح مثلا موضوع الوكالات وبيع الاراضي والمعاملات، مثلا شخص قلنا كندي، ضلنا على انه كندي، هلا باع الارض لانه اصلا هو فلسطيني، فرجعنا دوكيومنتس قديمه انه هو فعلا مقصود فلسطينيه وهي صار الارض له. فعليا انا ما ببيع او بخليه بعطيه مثلا انه بصرف له على معاملته لانه كندي، بس لانه صار حصر ارض فلسطيني اي سؤال بناء على الاحكام المعلومات على انه فلسطيني. لما بيكون هنا لما بيكون في بيع ومشتريات ارض وهي شغله حساسه عند اهل فلسطين بتحكي، ويعني ليش حساسه؟ لانه الاسرائيليين بيشتروا الارض عن طريق سماسره وبيستملكوا الارض بالطريقه هاي، فكثير حساسين اهل فلسطين والقانون الفلسطيني والوزاره لا للي بده يبيع وللي بده يشتري منين هو شو اصوله. هلا ما بنقدرش نقول معك هويه خضراء بتشتري معك هويه خضراء بتشتري، طب ما هي الارض هاي بملكها واحد معوش هويه خضراء، رمجي اب في كندا. فالقصد هدى تحكي انه في قانون في البيع والمشترى اذا لواحد معوش هويه خضراء لازم عامله قانون خاص، صح؟ يعني هي بيصير شغل انه تعاون، يمكن هاي طائفه بالتعريفات مع السفاره الفلسطينيه مثلا موجوده في كندا انها بتعمل لي دوكيمنت معينه، هذا كاجراء مش ك مش كتعريف قصده هذا الدوكيمنت يكون شوي شوي. هي اثبات انه هو اصلا فلسطيني وانه وضعه هذا الحال اذا كان مش خارج البلد. طيب بسالك سؤال، هل في دوكيمنتس معينه لاثبات انه انت فلسطيني ولا لا؟ ولا هي عمليه انفستيجيشنز تحقق من شرط مش شرط دوكيمنت معينه؟ في حصل بيع الارض اذا ما كانش فيها ضمانه موجوده. كيف؟ انا عندي ملكيه ارض في منطقه معينه، لازم يكون في عندي وثيقه معينه، لازم يكون يعني كسبوا بتقولوا كانه في نوع من الفورينر معين. مش فورينر معين. بعرفش هذا الكلام قد يكون صح قد يكون غلط، بس كسبوا بتقولوا كانه الفورينر معين. يا فورينر، بنحكي على الشخصيات القانونيه مش الانسان نفسه. يا فورينر. فلسطيني اصلي. يعني يا فورينر فلسطيني اصلي، يا فورينر. أصلاً مش فلسطيني. دولة مصارف حملت بالدولة اللي أصلاً فلسطيني لازم تميزه بشيء. حملت إيش؟ حملت الدولة دعم مش فلسطيني. شوي شوي إضافة هذا شوي. صارت فعلا توجه بشكل مباشر بالفلسطينيين عايشين في أمريكا، دول أصلاً من أصول فلسطيني. أنا بعرف أشخاص منهم. كان كويت حملت اشتغل على مستوى الجامعة واشتغلوا وهو بس كل اللي في فلسطيني بس أصله فلسطيني. طبعاً هو أمريكي. فهذا الناس اللي زي هيك في 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 يعني لازم يكون مسجل عندك هذول اشخاص، لازم انه يجي يوم من الايام قصد بلاد هذول لازم ندخلهم بالانثولوجي، لازم لانه هذول بيجي يوم من الايام نلم عنهم معلومات. اكيد بدك عنهم معلومات، يعني بصير متابعتهم لكبر السفارات اي شيء بدهم يعملوه. شوف هو في مشروع كان اصلا، في مشروع كان بعرفش اذا بتحبوا هلا نعتمد او لا، في مشروع كان عند حكوا لي عن وزاره الخارجيه انه يعملوا زي رقم وطني، مش في انا اللي رقم هو اسرائيلي، هو عمليا مو الايدنتيتي تبعتي، بس يكون في رقم وطني يعطى للناس اللي معهم هويات خضراء، بس كمان للناس اللي برا اللي من اصلهم فلسطين. كل شخص فلسطيني، كل شخص فلسطيني على فكره. والقانون بس خلينا نستذكر شو القوانين ذات العلاقه بشو الفلسطيني، برضو يقول لكم القانون بيعترف باللي امه فلسطيني بصير فلسطيني، او ابوه فلسطيني بصير فلسطيني. اللي امه اه هذا الكلام معناته اللي اذا ستك فلسطينيه انت فلسطيني. عشان هيك عرفنا من وجهه نظري ما نقدرش نعبر بانه فلسطيني. طيب على كل حال هلا عاد بكفي نقاش مشترك، هلا كل واحد بفكر، كل جروب بفكر لحاله. معناها هذول بلاد الملك عبد الله